في 19 من يونيو 2013 وقبل أيام من انطلاق ثورة 30 من يونيو، أصبح المصريون على أمل في استعادة وطنهم المخطوف بعدما أعلنت حملة تمرد نجاحها في جمع 15 مليون توقيع يطالب بسحب الثقة من الرئيس المنتمي إلى الجماعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لم ترهبهم التهديدات المتكررة باستعمال العنف التي راح أنصار الجماعة وأذنابهم يروجونها في السر والعلن. بات الجميع في الداخل والخارج يترقبون لحظة انطلاق ثورة جديدة في مصر ضرب لها موعد في 30 من يونيو. ويتصاعد التوتر بمتابعة الناس خبر استشهاد أحد الضباط في محافظة القليوبية واثنين من الجنود خلال ملاحقة أمنية في محافظة أسيوط، وتمكن قوات الأمن من ضبط عدد من سيارات النقل المحملة بالشوم والمولوتوف، فيزدادون إصراراً على المواجهة وعدم الخضوع للجماعة التي قررت اختطاف وطن لصالح مشروعها الخاص. وفي ذلك اليوم أرسل وفد جبهة الإنقاذ الوطني التي جمعت قوى المجتمع المدني وتياراته برسالة واضحة إلى مبعوثة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون برفض المصريين للإملاءات الخارجية. في الوقت نفسه استقبلت جموع الجماهير الخاضعة للتهديد والابتزاز من جانب المنتمين إلى الجماعة رسائل طمأنة من أجهزة الدولة التي قررت منذ البداية الانحياز إلى رغبة الشعب ومطالبه وإعلان التصدي لأي محاولة لإرهاب المصريين مهما كانت قوتها أو مصدرها.